وللمتابعة أكثر ينضم إلينا هاتفيا مصطفى زمزم سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يعني بعد التحية، ما هي أهمية المشروع في ضوء اعتبار الرئيس السيسي أن تدشين مشروع حياة كريمة هو تدشين للجمهورية الجديدة؟ في الحقيقة تدشين المشروع وإطلاقه بالشكل الرسمي يمكن حدث فخامة السيد الرئيس، إن المشروع شغال يمكن من فترة أو من 2019، لكن دايما بيكون الفكرة أو ترسيخ المبادئ المشروعات القومية تكون ببداية العمل والتنفيذ على أرض الواقع ثم الإطلاق بعد التحرك على الأرض. وهنا احنا بنتكلم على وضع قواعد راسخة في كل القرى والريف المصري، ما يقرب من 58 مليون مواطن بيتم إنشاء لهم حياة كريمة حقيقية من طرق وكباري ومدارس ومشروعات بنية أساسية وتحتية وتطوير وبناء الإنسان المصري. ودي ملامح وأهم عناصر الجمهورية الجديدة، إن يكون في عدالة واضحة اجتماعية، خدمة أماكن ريفية وقرى أكثر احتياجا لم يطلبها أي نوع من التطوير أو التنمية الشاملة أو التنمية المستدامة منذ أكثر يمكن من 40 عام. هذه القرى في الجمهورية الجديدة تشهد حقوق الإنسان كما يطالب بها العديد من الجهات والمنظمات الدولية منذ عشرات السنين، وكانت يمكن يعني بشكل مباشر بيتم التعليق عليها ويتم توجيه اللوم دايما لبعض الجهات الحكومية في التقصير. ولكن الآن بداية المشروع والعمل في خطة زمنية واضحة كما شاهد الدكتور محمود من صندوق النقد الدولي في شهادة مهمة جدا، أنه تم وضعه على أهم الأجندات الدولية وأنه ملف بيوثق فيه أكثر منظمة دولية أنه المشروع الأكبر والأضخم من نوعه بشهادة من شخص موثوق فيه يعني على مستوى العالم دكتور محمود محي الدين. وهنا الحقيقة ده بيضع هذا المشروع أمام العالم كله بالجدية والالتزام والتنفيذ في الوقت المحدد له. طب سيد مصطفى، يعني بذكر الخطة الزمنية المحددة، دائما ما تأتي تأكيدات الرئاسة على أهمية مشروع حياة كريمة واللي بيخدم 58 مليون مصري، كيف يسير العمل في المشروع؟ الحقيقة العمل يعني على قدم وساق، يمكن بشكل يومي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعديد من المقاولين والشركات المصرية، ويعملوا ليل نهار في الصرف الصحي ومشروعات البنية الأساسية والتحتية، ومتابعة دقيقة من أبناء البرنامج الرئاسي وشباب مؤسسة حياة كريمة. نعم. اللي الحقيقة بيبذلوا مجهود كبير جدا في الجلسات والنقاشات المجتمعية واللقاءات مع قادة الفكر والرأي و أبناء القرى المصرية ليتم بدراسة المشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتدخلات الاجتماعية الأخرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات الأهلية ودور المجتمع المدني. فإحنا يمكن نقدر نقول في بعض القرى بفضل الله تعدت نسب التنفيذ فيها الأكثر من 45%. نتكلم النهاردة على خطوط بالكامل تم توصيلها من كهرباء ومياه ومد شبكات الاتصالات وتطوير ورفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية وإنشاء الكباري ورصف الأكثر من 1404 كيلو بين الطرق، وده شيء لم يشهده الريف المصري منذ عقود. نعم. وزي ما كان دولة رئيس مجلس الوزراء بيذكر في المؤتمر بالأمس أن ده المشروع قرن حقيقة بعد مشروع قناة السويس وبعد مشروع السد العالي من حجم الانفاق وحجم التنفيذ. خبرة الشركات المقاولات المصرية على مدار السبع سنوات الماضية أعطاهم فرصة كبيرة جدا في تقليل المدد الزمنية في التنفيذ وخدمة أهلنا في الريف المصري. أستاذ مصطفى زمزم سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شكرا جزيلا لك.